عندما يتوقف ضجيج الحياة من حولك لبرهة وتمضي سارحاً في خيالك إلى عالم متكامل حيث المنتجات ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية لم يخطر على بالك إلا اسم واحد يتردد بفخر في ذاكرة الكثيرين شركة الدرة العالمية وهذه هي حكايتنا من السلة الغذائية لدمشق بلدة عربين الخضراء إحدى بلدات غوطة دمشق الشرقية بدأت القصة المشوقة لشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية القصة التي رسمت ملامح المستقبل الغذائي وشاركت كثيراً من العائلات ابتساماتهم كتب أول حروفها في نهايات القرن 19 حيث تعود تسمية الدرة إلى أحد أصول جدات العائلة القديمة والتي كان اسمها درة ونسبت العائلة إليها سعت شركة الدرة لتأسيس هوية غذائية فريدة فتولدت لدى إدارتها رؤية استراتيجية تنتهج خيار التصنيع الحديث والذي يعتمد إنشاء صناعات غذائية أساسية وبناء قاعدة اقتصادية وطنية متطورة تدعم عملية الاقتصاد العربي والعالمي أولت شركة الدرة اهتماماً خاصاً بالمادة الأولية حيث تعتبر العنصر الرئيسي للقيمة المضافة في صناعاتها لهذا كان التركيز على زراعة محاصيل متنوعة في سوريا والأردن ومصر بإشراف مباشر ورعاية كبيرة من فريق الشركة من مهندسين زراعيين وخبراء مختصين لضمان الحصول على المواد الطبيعية السليمة والآمنة والتي تحفظ لمنتجات الدرة جودتها ونكهتها العالمية العريقة وصلت شركة الدرة إلى العالمية وامتلكت مصانع إنتاج الكونسروة في المملكة الأردنية الهاشمية ومصر وليبيا بالإضافة إلى المصانع الأساسية في البلد الأم سوريا كما تمتلك شركة الدرة أسطولاً من الشاحنات موصولاً بين مراكز التوزيع ومراكز نقاط البيع كوادر الشركة الضخمة التي تعمل بالتزام وإبداع منقطعي النظير فيها اليوم أكثر من 1700 موظف مباشر ما بين إداري وفني وعامل موزعين في عدة مصانع خضعوا لتدريب مكثف قبل أن يعملوا بشكل مباشر في مصانع الدرة ليقدموا للسوق العربية والعالمية أكثر من 250 صنفاً غذائياً تحتار الألسنة في وصف مذاقها الجذاب إضافة إلى أن الشركة لديها أكثر من 25 ألف موظف غير مباشر من مرحلة قطف الثمرة حتى وصولها إلى وكلائنا في جميع أنحاء العالم هذا ما جعل الدرة الشركة الأكثر تنوعاً من حيث عدد الأصناف الغذائية في العالم العربي بعض تلك الأصناف كانت شركة الدرة السباقة إلى إنتاجها فكانت أول من يصنع المكدوس خارج المنزل يدوياً بنكهة تنافس بجدارة ما تعده أمهر ربات البيوت استثمرت شركة الدرة مساحات زراعية هائلة في سوريا كالسواحل السورية والشمال السوري وغوطة دمشق وجنوب سوريا وغور الأردن وحوض النيل حيث الأرض الخصبة التي تقدم المواصفات الغنية للمادة الأولية التي تنتجها شركة الدرة العالمية تنتج الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية عالية الجودة وبذلك أصبحت شركتنا من كبرى شركات الغذاء في الشرق الأوسط حيث تجاوز إنتاج شركة الدرة أكثر من 100,000 طن سنوياً من المواد الزراعية المصنعة ذات المذاق الأسطوري والجودة العالية وحرصاً منا على تقديم المنتجات الصحية ذات الجودة العالية أنشأنا قسماً إدارياً مستقلاً تحت اسم إدارة مختبر الجودة ويحوي هذا القسم مختبراً متكاملاً مزوداً بمهندسين وفنيين من ذوي العلم والخبرة حيث تقوم هذه الإدارة بشكل يومي بإجراء أكثر من 200 فحص للمنتجات بما يضمن تحقيق متطلبات الهيئات الدولية المختصة في مجال التصنيع الغذائي وعلى رأسها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
FDA والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية EFSA وغيرها من الهيئات الدولية، مما يضع اسم الدرة وبلا منازع في مركز الرياضة لتكون الاسم العالمي الذي يثق به محبو التغذية السليمة، ولتستحق شهادة الآيزو 22000 وشهادة الآيزو 9001، ما يضمن لكم الجودة الاستثنائية التي تقدمونها لأطفالكم وعائلاتكم مع منتجات شركة الدرة العالمية. تعتمد شركة الدرة على الكوادر المتخصصة والمدربة ضمن دورات تأهيل خاص بالشركة في سبيل تطوير إنتاجها وتحقيق الجودة النوعية التي تعتبر أساس تميز منتجات شركة الدرة العالمية، ولأننا حريصون على العناية بكافة مراحل تقديم منتج متكامل، أقمنا العديد من المؤتمرات الضخمة وأهمها مؤتمر الدرة السنوي على هامش معرض غلف فود، كما شاركنا أيضاً بمعارض كثيرة منها سيال في فرنسا وكندا والصين وأنوغا في ألمانيا وفانسي فود في أمريكا وورد فود في روسيا وغيرها الكثير من المعارض العربية والعالمية. النجاح الذي وصلت إليه شركة الدرة مرتبط بشكل أساسي بذواقينا الذين يختارون ويقيمون ما ننتجه من خيرات الطبيعة لنقدمه إليكم بطريقة صحية ومغذية. نثري موائدكم بأجود أصناف الغذاء وأكثرها تنوعاً والمصنوعة من أفضل الخضروات والفواكه الطازجة. جيلاً بعد جيل ازداد العطاء الموروث تدفقاً ليمنح شركة الدرة مكانة لم يسبقها إليها أحد من نظيراتها، ولتكون الشركة من إحدى الشركات العالمية التي تشربت حب الصناعات الغذائية عبر 4 أجيال صنعوا بجهد وخبرة متناقلة وبمنتجات متميزة ومتنوعة اسماً مرصعاً بالذهب. فسنوات الخبرة الطويلة ومحبتنا لكم جعلت الدرة الصديق الأقرب لقلوبكم والرفيق الدائم لموائدكم لتكون بكل فخر واستحقاق أسطورة ومذاق. شركة الدرة للمنتجات الغذائية أسطورة ومذاق.